وينك انت يا مجنونة؟ مين أعطاك هذا السيدي؟ ليش قتلت لأمي؟ كانت عم تتألم كتير وأنا خلصتها من ألمها. نزلي المسدس. أنا هلأ بدي أعرفك شو هو الألم يا حقير يا سافل. هاتيات إن شاء الله بتموت. أنت مو إنسان، أنت واحد سافل حقير. هاتي وليه؟ شو صار؟ بنتي فوندا، بنتي الإسعاف، اطلب الإسعاف بسرعة. حاضر. بنتي لا تموتي، أرجوك لا تموتي. شو عم بيصير برا؟ سيدي ميماتي باش هون سرقان. فهم علي منيح، إذا بتموت بنتي الوحيدة اللي إلي بهالحياة بفرموا لميماتي فرم. روح اقتله بسرعة. طولي بالك، لا تخافي. معلم دخلنا النفق. طيب ماشي. شوفي ما في شيء. هاتي
كاظم خذ المراوغ على سيارتنا. معلم شو هالضربة اللي ضربته إياها؟ أنا بأوروبا ما شفت هيك حركة. لا يا كاظم غريب، مع أنه أوروبا أكلت كتير من هالضربات. اسكندر الكبير بدك تجي معنا. بنتي أمن لي حياة بنتي، وإذا بدك بروح معك عشان نم الحمرة. اسكندر شباب الكل ينزل سلاحه. ميماتي انت كمان نزل سلاحك. اتركني اقتل اسكندر، منخلص البلد من وسخة. انا بدي خليه يشتهي الموت يا ميماتي، ريح لي حالك. لوين اخدينه؟ على المستشارية للتحقيق. انا كمان جاي. ميماتي من هون وهيك هاي شغلتنا، عم تفهم؟ ألو معلم، هون صال أخذ اسكندر من إيدي وداع على المستشارية. مو مشكلة ميماتي، ونحن رح ناخده من إيده. ما بيعطيه، أنا طلبته. إذا ما عطونا إياه بالمنيح بناخده بالزور ميماتي. استناني جايك معلم. بدينا يومنا حلو ونهينا حلو، معناتها اسكندر كمان انمسك، ما هيك؟ أنت وكاظم خلوكن هون، بخلص شغلة اسكندر وبرجع. عبد الحي لا توجعوا كتير. ماشي معلم. كأنه حضرتك بترفس منيح، ما هيك؟ دكتور امتى رح اقوم على رجلي يا دكتور؟ بدك شهرين لحتى تقوم على رجليك. شهرين لانك ما بتحسن انك تقومني على رجلي. هذا ميماتي رح يعيش شهرين زيادة. قومني على رجلي الأسبوع الجاي يا دكتور. مو ممكن هالشي، بتموت. خليني أحرق ميماتي
بعدها عند اللزوم بنام سنة تاني إذا بدك، ما بيهمني أبدا أبدا. جوهر، اللي أنت فهمت شيء من اللي قاله؟ أنا ما فهمت. وأنا ما فهمت خال. شو كانت اسكندر خانم صغيرة عنا جوهر؟ كانت أمانة خال. طيب شو صار بالأمانة؟ هربت خال، لأن أمانة ما حسنت أعمل شيء. أنت بتحبني؟ إيه بحبك خال. أنا عم أسألك، أنت بتحبني؟ إيه بحبك خال. جوهر، ليك ليك، قال بحبني الكذاب، أنت كذاب. عم يكذب خال. ولا اللي بحب خاله، اللي بحب خاله بحط كرامته بالأرض؟ كلب. جمد ضهري والله. معناتها هربت. قولك إذا البنت هربت معناتها رجليك هدول شو قلن شغل؟ بعد إذنك خال اسمح لي جيب البنت. البنت بالمشفى يا ابني، شلون بدك تروح لعندها؟ وقف وقف وقف، أنا راح أبعتك على المشفى لعندها، وهنيك بتدير بالك عليها. إيه؟ وهلا شلوني معك؟ ها؟ بنتك لسه ما طلعت من العملية، عم بيقولوا حالتها خطيرة كتير. وإمتى رح تطلع من العملية؟ لما بتطلع رح يخبرونا. أوي صال، أنا عن جد رح ساعدك، وشو ما سألتني رح جاوبك، بعطيك الإفادة اللي بدك إياها. اللي بدي إياه بس تحافظ لي على بنتي. إذا طلعت صاغة من العملية سفرها برات البلد، طالما هي موجودة هون ما رح يحلوا عني. مثل ما قلت، أنت احكي لي كل شيء، وأنا بوعدك إنه الدولة ترعى بنتك طول العمر وتحميها كمان. بحكي لك، أنا رح أحكي لك كل شيء. سيدي، إجا مراد على مدار. أنا قلت لهم لا تدخلوا لجوا. سيدي، لما أصر مراد على الدخل لجوا الشباب ما استخدموا معه العنف. هلأ إذا أنت قلت له رح يحكي كل شيء بروح. فوتوا على غرفتي. تأمر سيدي. طلبت لي الأنسولين؟ شباب جيبوا أنسولين، بعد شوي برجع لك. صار شيء باللي متوقعينه حتى عم تدخلوني على المستشارية غصب عنكم؟ فعلا مثل ما قلت، اضطريت. تفضل تفضل على غرفتي. لا، ما بدي ادخل على غرفتك، انا جاي لحتى اخذ اسكندر. سيد عالمدار، اسكندر هلا تعبان شوي، خليه يرتاح. تعب اسكندر ما بيخلص ما بيخلص، لانه تعبان براسه.
مين بيداوي اسكندر احسن منا؟ ممكن يكون بينكم وبين اسكندر قضية شخصية، بس بالمستشارية عنا هون ما في قضايا شخصية ابدا. مصالح البلد هي اهم من مصالح الاشخاص ومين ما كانوا يكونوا. مو انا يلي بخلط القضايا الشخصية بقضايا البلد. بهالحالة بدكن تسمحوا لي استجوبوا انا وسلموا للعدالة، والقضاء بيعمل اللازم. هو ما بيحكي، بس هو وعدني يحكي كل شيء. سيد أونيصال هو عم يلعب، أنا بعرف مصارينه، بس اتركني طلع له ياهن، وساعتها إذا ما حكى حد جهنم. هيك تعليمات السيد رئيس الحكومة، ما رح أحسن ساعدكم أكتر من هيك. ليك هذا المكان هو يلي بناه، بيعرف كل قرنة فيه، وأكيد رح يهرب. معقول هيك شي سيد علمدار؟ إذا ما هرب من هون بيهرب بالطريق. رجاءً لا تصعبوه علي، إذا ما حكى كل شي مثل ما وعدني بأكدلكن رح أتصل فيكن أول شي. سيدي اسكندر الكبير مو بزنزانته. لك بس مرة واحدة اسمعوا مني. مراد ما إلو مهرب من هون، نزل سلاحك بعيد من وشي. مراد اتفق مع الكلاديو راح يقتلني مشان يفتح لنا الطريق. نحن مو سفلة مثلك ولك، مانا للبيع. اسمعني مراد، أنا ما بوثق فيك وكمان ما بوثق باسكندر. ما بتاخد اسكندر لحتى تقتلني أنا. مجموعة بهي الجهة. نباتيس شوي. طلبتوا الإسعاف مباتي؟ طلبناها معلم. اسكندر ما طلع من المي؟ قبل شوي تحركت سيارة من هون. أنت منيح؟ بردان. Thank you.
يسلم. شو عم يعمل كاظم؟ الأخ كاظم عم يقتل الزلمة معلم. العمى بكفي. قل له لا بقى يعمل شي لبين ما يجي المعلم مراد. تأمر معلم. يسارك يمينك ضعيفة شوي. أخي كاظم بيقول لك المعلم عبد الحي حاج تضربه. إيه ماشي. إذا بدك إذا بدك بعلمك كيف تضرب باليمين. علمني لشوف. قومني بالأول. لازم لهلا عم يقتل الزلمه؟ ايه معلم. معلم خير. معلم عم قول لو تنام للصبح مو أحسن؟ هلأ مو وقت النوم. سيد مراد المستشار طلع من العملية طالعنا له رصاصة، بحاجة إنه يرتاح كم يوم وبعدين بيطلع ما فيه شيء. الحمد لله. معلم اسكندر مفقود، الشباب فقدوا أثر السيارة، مع أنه ما منعرف إذا هو اللي طلع بالسيارة ولا لا. إذا ما كان هو مين بده يكون؟ يمكن غرق معلم. ما بيغرق مماتي، ما بيغرق. أخطبوط مثل اسكندر ما بيصير له شي بالمي. طيب مين بيكون إجا وأنقذه؟
أنا مديون لك ولا حقي بروحي. يا ريت حقي راح قبل من هيك. وصلت لنا الخبر متأخر يا سيد كبير. أو يصال مغير الكادر قبل ما يوصل زلمتي إجا كابوسي. بهالعمر اللي أنت فيه النط من كل هالعلو خطر يا سيد كبير. في طريقة تانية اخلص من هذا الكابوس؟ ما في غير تركب جناحات وتصير تطير. عايش؟ مراد علمدار وأونيصال كمال عايشين. مسكين أونيصال كمان أكل رصاصة بسببي. الوضع ساء كتير، ما بقى قدامك غير شغلي وحدي، لازم تغيب عن العين فترة لبين ما يهدى الجو. الألمان دارولنا ظهر ما؟ مالن علاقة الألمان، ما بقى عندك قوة للمساومة سيد كبير. انت اطلعت منيح على تيابي؟ ما في؟ طلعت، لا في فلاشة ولا في شي تاني. معناتها وقعت بالمي. ايه شو منعمل؟ خلينا نصير دولة عميقة شوي. إذا كانت الدولة ما بدها يانا نظهر، نحن ما منظهر. حقي عم بيقول أحسن شي خبيك بروسيا. نحن عنا سياسيين وعسكريين كبار إلنا ارتباط فيهم. أنا ما بدي روسيا مع روسيا. ليش؟ بس يطلع الواحد على المنفى ما في غير المخابرات وتفتح له حضنه. أنا بعد هالعمر ما بقدر انتقل من حضن لحضن. تركيا كبيرة كتير، إلا ما نلاقي شي راس جبل يفتح لنا حضنه ونتخبى فيه. توقعت إنك ما بدك روسيا. دبرت محل برا اسطنبول، إذا صعبت علينا هون وقتها بنفكر بروسيا. طلعتك الليلة أحسن شي. الليلة ما بيصير يا رضوان. معناتها بكرة الصبح. كمان بكرة الصبح ما بيصير. ما بروح على محل إذا ما شفت بنتي بصحة منيحة. يا لطيف قديش كانت قوية هالبنت. شوف أهلنا كيف مثل الروبوت. خال الحقيقة عم يقولوا اسكندر خانم الصغيرة ميتة. ايه بس ما رح نتأكد لحتى تطلع روحها. خال بدهم يربطوها هيك مثل الروبوت ويستنوا. ابني اللي كيف بدنا نطلع عبوش خالك اسكندر هلأ؟ عم يقولوا ما بيطلع من جوا. السيد اسكندر أكل مؤبد نظيف. جوهر إذا عندك ولد وارتكب جريمة أنت بتنيمه مؤبد شي؟ إذا ارتكب جريمة كبيرة بقتله بإيدي خال، وفوق منا بنيمه. ولهذا السبب أنت مالك دولة يا جوهر. الدولة ما بتعمل أبوة لحدا مثل أبوتك أنت. إذا ما أكل السيد اسكندر مؤبد بينام مو أقل من 30 سنة. أنت هيك رأيك؟ إيه. إيه ما بيأكل. قلت أكل وما أكل وخليتني جوع. الدولة ما بتنيم ابنها كتير، بس إذا حبت تخوف أولادها التانيين ليك بشي هم بتعلقوا هيك على المشنقة. أما إذا حبت تعاقبوا شي عقوبة بتشدوا هيك من إدنه وبتقوله عود عائل مالك أكبر من أبوك، وبعدها تتركه. خال نحن أولاد الدولة شي. أنت بهويتك جنب اسم الأب شو مكتوب؟ عبد الرحمن. وعبد الرحمن هاد عم يحكم مين؟ عم يحكم أمي. ابني
انت ابن عبد الرحمن مو ابن الدولة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سيد أونيصال. نصيحتي لألك لا توقف مرة تانية قدام سلاحي. اللي شو صار بسكندر؟ هرب. أنا يا مراد كنت غلطان بحقك. الرصاصة بتطلع من محل ما دخلت، بس اسكندر ما بيطلع من محل ما دخل بنوب. بيطلع إذا بتحط طاسة حليب قدام الحية بتطلع وين ما كانت. وين أمي ماتي؟ سيد مراد بعتقد في مشكلة. مشكلة شو هاي؟ يلا بقى واحد منكم يرد. مماتي شو في؟ معلم ما عم يردوا لا كاظم ولا عبد الحي. معقول غلاديو قتل شبابنا؟ اتصل ببقية الشباب. اتصلت معلم ولا واحد منهم رد. امشوا. معلم إذا ماتوا هاي ضربة كبيرة. أنا ما بتحمل. تأكد بالأول بعدين ابكي. بنبكي كلنا سوا. أنا فكرت إني موت وما فكرت بشي تاني معلم. بالطريق اللي ماشيين فيه ناس بتموت وبتروح وناس تانية بترجع. ما بقى بدي حدا منا يموت ولا يرجع معلم. إذا بدنا نرجع منرجع كلنا سوا، وإذا بدنا نموت منموت كلنا سوا. ما عاد عندي قدرة أزعل على حدا. نحن ما منقرر مين بيموت ومين بيعيش. قضيتنا أكبر منا. مشان هالقضية في ناس كتير قبلنا ماتوا وبعدنا في كتير ناس رح يموتوا. أهم شي نحن ما نتخلى عن القضية، وما حدا بيقدر ياخد رواحنا إلا الرب اللي خلقها. أنت ريح لي قلبك. يعني رأيك ما ماتوا معلم؟ الله يحميهم. يمكن انخلع كتفي وانا عم اضربهم. تعال ارجع لك اياه. اشلح جاكيتك. رح تتألم شوي. تقدر تتحمل؟ ايه بتحمل. برافو، هيك الرجال. من هلأ ورايح بدك تنتبه كتير. مراد على مدار ما عاد يتركك بحالك. Mm-hmm.
أرسل رجالك فترة لأدربهم. أعطيه تقرير. شحطنا 84 مرة بالطريق خال. حلو. وأخذنا الجسدين من إيديهم. حلو. هلأ مجموع غلتنا 40,000. كتير حلو. ولك جوهر، هلأ العجائز بيحملوا كل هالمصاري بجسدينهم؟ ما انطبعت قطعة 200 ليرة وصار في قطعة كبيرة خال. كنت بالحبس. حلوة قلبها. والله يا حلوين. هاي العملية اللي عملتها يا قصاصة؟ طالعين جديد اسكندر بيك. استنى شوي 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 شوي. ما في شوي شوي وبسرعة. لا تتعذب بهالشغلات الصغيرة. إذا بدك تعمل اعمل شي مثل الخلق. مثل شو؟ أنت بتعرف مثل شو؟ أنا رح غيب عن عين لفترة قصيرة. غير جدول الأعمال حتى ما يلاحقوني. شوف، في أسهل من تغيير جدول الأعمال اسكندر بيك. مش أنا مجوهر خانم، زعلنا كتير. مين هاي؟ مو عندك بنت هيك كتير هيك يعني إذا بدك يعني إذا مالك هون أنا بهتم فيها. بدي ابعتها برات البلد. بغيابي اكيد ما راح يدركوا بنتي براحتها. اللي انا ما عم افهمه، انت دولة ومن امتى صارت الدولة تتخبى؟ ايه لما بيختروا الدياب بيتخبوا. قال في منجم معدن طلب منا رضوان كاشكار انه نشوف. كاشكار هذا تبع الانتي بيوتيك ما هيك؟ ها؟ ايه هذا هو. قال قريب من مصنعه وعم يتضايق منه كثير. اسكندر بيك، اذا وصلت هاي الشغله الك والي معناته وراها معادن تانية. ها؟ هذا اللي بدي اوصل لك اياه يا زازا. شف لي هاي الشغله وروحك بوس عليهم. وإذا في محلات تانية كمان بوس عليهم حتى ما يتجرأ رضوان ويبيعني بأي وقت. جوهري مرخال، خلينا ناخذ العنوان بالضبط. تمر خال، يلا حليق وحليق دقنك كمان. ها بس انت تترأس الدولة اسكندر بيك، بوعدك اني احلقها. بس هلأ حزناً، ألم كبير.